السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في انترنت كافيه سيميليتر 2. من الغبنة اللي صارت في الحلقة الأخيرة يا إخوان، قررت أني أختم اللعبة، ولكن اكتشفت أمور يعني خلف الكواليس مثل ما يقولون، أسرار وربي صدمتني في اللعبة، يعني فوق التفاصيل هذه كلها اللي استكشفناها في اللعبة في الحلقات الست تقريبا اللي نزلتها، شفت هذه التفاصيل قلت لا، أنا يعني كل اللي لعبته ولا شيء، لسه في أمور حاب أني استكشفها معاكم. موضوع الشرطي، ايش سالفته دائما يجي يفتش؟ يعني هذه كانت فيه تلميحات يا اخوان، موضوع الكهرباء انها تطفي، هل في لها حل؟ في تفاصيل كثير راح نشوفها اليوم باذن الله ونستكشفها الاول مره. يعني يوم شفت الشرطي انضاف في هذا الجزء قلت يا اخي معقوله في شيء اسويه يمسكني عليه شرطي؟ اول شيء توقعت قلت يمكن البيتكوين لو دخل ولا شيء، طلع لا، في شغلات يا اخوان اللي هي الالعاب المكركه، في طريقه تسوي لك العاب مكركه وتجي تروح حوالين المدينه على طاريه، هذا جالس يفرفر، غريب انه ما فتشني. في اخوان ناس يطالبون في موقع يطالبوننا ان نكرك لهم بعض الالعاب، يعني ما يقدر يشتريها او شيء ويروح يطالب بكراك. راح تشوفون في هذه الحلقه يا اخوان باذن الله موضوع الكهرباء هذا اللي يطفي وببلشنا كل شوي، وموضوع الشرطي ليش دائما يجي يفتشنا، وغير كذا فيه امور اتوقع كثير منكم ما يعرفها، كيف تجيب الفلوس في هذه اللعبه. طبعا المحل مثل ما تشوفون حوسه، وصراحه تسمعون اللي اسمعه. طيب في امور يا اخوان ضاعت السالفه والله، انا شغل الكمبيوتر بس جاي شغل الكمبيوتر بدون مشغل كهرباء، اقول لكم ضاعت السالفه ضاعت العمر. شغل هذا. طيب في اسرار يا اخوان، في اسرار في اللعبه اقول لكم والله. فلوسي 1500 بعد الغناء الفاحش اللي كنت فيه، وربي لا اقلب الوضع اليوم غسيل اموال يا اخوان. هذا المحل بخليه مقفل، وعلى اساس انه يعني محل العاب، لكن بتشوفون امور ثانيه في هذه الحلقه. معليش يا شباب توني انتبه ان راسي ما اخذ نص الشاشه لان رجعتها والامور تمام. طيب نيجي للموضوع، الكراك، وين الكراك اللي نبيه؟ اي هذا هو، دائما كنت اشوفه اقول ويلكم تو كراك، مدري ايش وورد والاي بي حقك هذا، واكزامبل ما اكزامبل. فموضوع هذا يا اخوان مرتبط بالشغله الثانيه اللي ما كنت فاهمها برضو، سي ام دي. سي ام دي هذا او الامر اللي موجود في الويندوز، نروح يا اخوان نسوي جوين سيرفر، زين مثل ما هو كاتب لي اكزامبل، وندخل الاي بي هذا اللي بالاخضر على اساس انه يتغير، مكتوب تحت يا اخوان لو تلاحظون هنا فور سكيورتي ريزن، انه يتغير شو اسمه الاي بي حقك كل شوي بحيث انه ما تنصاد، ما حد يصيدك وانت جالس تكرك هذا. شوف دخلنا يا اخوان، خلنا نكبر الصفحه، هذه العاب مكركه، على بالي باتل فيلد 1 اول شيء في البدايه، لا والله ردد. طيب هنا حتى في شرح يقول لك هاو تو كراك، يقول لك الاكزامبل الاول لازم ترسل هذا الكلام وتحط الكود حق اللعبه، وبعدين عدد المحاولات انك تكرك اللعبه هذه او تعرف الرقم. الخطوه الثانيه دخل كراك ونفس الشيء، ولا بتفهمون هذا الحين. شوف الحين مثلا هذه الالعاب يقول لك هارد صعب انك تكركها، وهذا ميديوم وهذا ايزي. خلنا بنبدا بالايزي، نرجع للكوماند حقنا، وين الكوماند اللي هو هذا، نقول له سند باكج، هذا الامر حقه زين، ونجي ندخل الكود حق اللعبه، مثلا قلنا هذا الايزي. طيب دخلنا لهذا، حطيت الاسم بالكابيتال ان شاء الله يضبط. حلو ضبط يا اخوان، الحين مثل ما تشوفون 20 محاوله لكسر الكود لهذه اللعبه، خلصنا 20 محاوله بس ما جاب راس اللعبه، فلازم الحين نيجي مره ثانيه. انا المفروض كنت اسوي له كوبي بيست عشان يسهل الموضوع. شوف الحين 20 محاوله كمل من فوق ال 20، تشوفون بيوصل لين ال 40 هالمره، وللاسف لسه ما جبنا الكود اللي نبيه، بيظهر بالاحمر، المفروض انه يظهر بالاحمر. ربيته هذا هو ايزي، وصلت 128 140 ولسه ما جاب لي الرقم. طبعا بعضكم بيقول لي ليش ما تحط مثلا عدد المحاولات ال 20 تحطها مثلا 100 وتفك نفسك. اذا حطيت رقم كبير، شوف طلع الكود السري 173، اذا حطيت رقم كبير عدد المحاولات راح يكشفني السيرفر على طول، وراح يطلعني من برا التطبيق هذا، فيعني حاطين لك تفاصيل بنت حلال. طيب الحين بما ان عرفنا رقم الكود حق اللعبه هذه، تروح تغير بس الكلام هذا، تخليه كراك. الحين نكرك اللعبه، خلاص عرفنا الكود حقها او الرمز حقها، ونيجي نهكرها. لعباتي الهكر عاد، شفتوني كيف هكرت صراف في لعبه محاكي الحرامي، ونحط 173.
بسم الله، اهم شيء بسم الله وانت تكرك الالعاب. حلو، خلاص كذا موضوع الكراك يا اخوان منتهين منه. في شغله واللي هي برضو ممكن احد منكم يتساءل، يقول ايش فائده الاشرطه هذيك الدواير سي دي؟ هنا تجي فائدتها، انك تروح تشتري السيديات ب 10 دولار يا اخوان. تخيلوا، شوف الدولار الواحد، السي دي الواحد اخذته ب 10. إيه نسيت ان الحلقة الاخيرة جبنا العيد يا اخوان، معليش. كل شيء يذكرني بشيء والله. انا فلوسي كم؟ 1500، حتى ما اقدر. لا اله الا الله. اي صح نسيت ما ابيع لهذا. اوكي حلو، 600 الحين صار معنا 2000. خلنا نشتري هذه مؤقتا طبعا، ونشتري لنا كم من سي دي بعد، وهذا الخامس. اشتريت لي 5 سيديات. اوكي هذه تمرن مرة المحل يا اخوان. انا اقول ايش سالت ام الصوت هذا، ما مداني يتكلم على موضوع الكهرباء. لا طفت. خلنا نرمي السيديات هنا. موضوع الكهرباء ان شاء الله راح احله بعد شوي. والله باختصر لكم الموضوع، تعرفون ايش الحل مع الكهرباء؟ توقعوا يا اخوان، هذا الشحات، هذا هو الحل يا اخوان. هذه المشيه اللي دائما كنت اتجنبها واسحب عليها. صح ان اسامه كتب لي في الكومنت، تقريبا اسامه قال لي دامها 100 دولار ما تفرق معك عطى. شوفوا يا اخوان، بعد ما اعطيت ال 100 دولار وسمعت الكومنت منكم، طلع لي الحل هنا. والله يا اخوان الحل حق الكهرباء عند المسكين هذا. طبعا هو اعطاني مشينين بعد ما اعطيت ال 100، طلبني اني اروح اضرب له واحد كان يعني ضايقه، وجلدناه الاسرع هذاك في الحلقه الماضيه. وبعدين الحين المره الثالثه على طول يا اخوان تجي تدفع 200 ويحل لك مشكله الكهرباء. يقول لك انا اعرف شركه الكهرباء يرتشون وكذا، فاعطيني 200 دولار بروح بضبط لك الوضع، وما بخليهم يفصلونها ابد. صارت بعد ما تصير انا ابوك الفقر ما فيك حيله. خلنا بضبط الوضع يا اخوان، برجع احل لكم المشكله. لا تقول لي الكراك روح. اي صح، احد الاسرار الثانيه يا اخوان ان السي دي هذا يمديك تفتحها من هنا وتركب السي دي، تركب السي دي وتسكر. والله تفاصيل رهيبة يا أخي. ماي كراك، أيوة حلو. الحين خلاص رايت ديسك، اسمع الصوت يذكرني بالبي سي القديم حقي. عاد ايام اول كنا نجيب الالعاب في السيديات هذه. طيب خلصنا موضوع الكراك يا اخوان. ماينر سبيد رن اسمها. هنا نجي نشوف الاوردرات. شوف هذا مثلا بيشتريه مني ب 74 يا اخوان، يعني 60 دولار كذا في الجيب من بلاش، وبعدين بدينا طلبات على 200 و 300 دولار راح تشوفونها. بس انا على السريع يعني ارويكم هالحركه. اول مره يو كان اوبن ذا ماب. اوكي يقول لك الحين الكاستمر لوكيشن تشوفه عن طريق الماب. تفتح الماب شوف وين زابن، هنا. واذا اخذت السي دي هذا وصادك الشرطي رحت فيها، رحت فيها. هذه فائدة الشرطي في اللعبة يا اخوان. شوف حتى مكتوب على اليمين، شكله بيكون وراي. دقيقة، لا للأسف ما اقدر رويكم. ايوه تشوفون يا اخوان هنا مكتوب اسم اللعبة بس ما هو بواضح. المهم نروح لللوكيشن. طبعا اذا الشرطي شافني يا اخوان فيها غرامة كبيرة، فلازم تنتبه. شوف الشرطي هناك، لازم تنتبه. اتوقع هذا زابن هنا. اي هنا زابن، وفي وقت شوف ينتظر في وقت، اذا خلص تأخرت عليه. هذا هو give the delivery. ايوه هذا نفس اسمه. حلو 74 وكذا. يعني فيه طرق كثير انك تجيب الفلوس. هذا ايش عنده بعد؟ اوكي ما اعطيته الفلوس، بجمع لك 200 دولار واجيك. كم الحين معي؟ 100. طيب دام كذا بنفتح المحل يا اخوان. بنفتح المحل خلاص. فهذه مصيبه يا اخوان. يا هلا والله، هذه مصيبه اذا جل. والله اشتقت اللعبه يا اخوان، اقسم بالله اشتقت لها. فاذا الشرطي جاء الحين يفتش في المحل ومعي سيديات هذه، انتكبنا يا اخوان. تروح فيها، غرامتها كبيره. هلا هلا والله هلا. انا نسيت والله ايش سويت، هل سويت شيء فوق ولا لسه؟ الظاهر بعد النكبه حق الحلقه الماضيه. اي والله، بس يلا خير خير ان شاء الله. بسرعه بسرعه كذا على السريع 100 دولار. يا سلام. الحين نروح ندفع ال 200 عشان نحل موضوع الكهرباء. وين هذا؟ بعيد يا اخي. اللي الشرطي صرت اخاف منه والله العظيم اني صرت اخاف. هذا هو، تعال
200 وفكني من موضوع الكهرباء يا اخوان. تخيل وحلينا مشكلة الكهرباء، اقسم بالله شيء اسطوري. هذا ايش ناقصه؟ جهازين وفي ار حلو، 4 نجوم، تقييم المحل، امورنا 200 200. اتذكر حطيت فلوس بيتكوين هنا معاي واحد ب 1700 شاريه، لسه ما تغير اي شيء يا اخوان. يا اخي في الاسعار ما تغير اي شيء للاسف. خلنا نرجع لموضوع السيرفر نشوف في طلبات. شوف الحين زاد 90، هذا ماينر سبيد رن، هذه سبيد رن عندي مفروض. ايوه بس الحين كل اللي تسويه انك تجيب السي دي، خلنا هذا اللي مرمي تحت واضبطه في هذا، وبس تسوي له رايت اون ديسك وانتهى الموضوع. في امور ملتي تاسكينج يعني. غير كذا يا اخوان فيه موضوع البيتكوين، يبيلنا نجيب لنا شو اسمه هذا البيتكوين يا اخي. هذه وين اللي ينظف؟ والله محلي يباله شغل صراحة. ترتيب للاضاءة بس حق تنظيف هذا وين محشور؟ ليكون طلع فوق، الظاهر انه طلع فوق. يعني هذه شغلات ممكن تسويها يوم شو اسمه مثلا، وين الشرطي؟ مثلا يوم خلاص الزباين ما يجونك في الليل من بعد الساعة 8، هذاك شرطي. طيب وهذا وين؟ اوكي قدام، خربيته عند الشرطي يعني. هذا اي والله هذا حلو. اي دربي دربي دربي، نتفاهم. ما شاء الله صكينا الألفين على السريع والله. طبعا الشيء اللي يلعب في موضوع الفلوس برضه انها ايزي هذا، فعشان كذا يدفعون لي يمكن 100 دولار. فبعدين اذا كركنا الهارد جانا اوردر. نرجع لموضوع الفروت، لعباتنا الفروت، خليها يعني 30 سبن من 10، وكذا يكون مصدر دخل ثالث عندنا. يا ساتر ايش هذا؟ هذا الماينر، هذا الماينر يا اخوان بنجيله بعد شوي. الماينر هذا موضوع موضوع ثاني يخوف كذا، الارقام اللي هو كروت الشاشه هذا اللي يجيبها، والتعدين ما تعدين والسوالف هذه. اتوقع الطلبات صارت ما تجيني على غير على اللعبه هذه، لانها هي الوحيده اللي مكركها. فبعد ما اكرك الالعاب راح تجيني طلبات بناء عليها. وش باقي عندنا بعد في المواقع؟ الملابس ما اشترنا شيء. الملابس في قلفزات حلوه، اتوقع القلفز بيبين عليه احلى. خلنا نشتري قلفز هذا. اوكي يا عزيزي اعطيني 30 محاوله. والله اللعبة صعبة صعبة، شوف كل شوي يعطيني هذا لعب. بشوف انا كم التكلفة، هل تستاهل التعب هذا كله انك تحاول تكرك اللعبة؟ لاحظت شغلة يا اخوان، ان اذا صادني هنا وسويت هذه الحركة كثير، محاولاتي صارت كثير. شوف الحين وصلت الى 129، فيوم اسوي انتر وصادني بالاحمر يرجعني الى 50 مثلا، عرفت؟ وارجع اسويها مره ثانيه واحاول اوصل الى عدد كبير، يعني الى رقم جديد مثلا، يمكن يكون الرقم 230 نفترض، فيرجعني لورا بكل شيء اتم ادور حوالين نفسي، فهمت؟ فهذه شغله برضه تنرفز والله. ان شاء الله نجيبه يكون الرقم ما بين 150 و170. هذا يدخن كنه؟ والله شكله يدخن. يا رب. وصلنا 190 ولسه مش موجود الرقم. يا اخوان لقيت الحل، تدرون ايش؟ ازيد بس واحد، تخيلوا مش 20، ازيد بس واحد. واحد. وصلت 254، تخيلوا وانا على هذا الحال. تكفى يا اخوي، يعني كم بيكون الرقم 500؟ هذا وانا اجرب اللعبه الميديوم ببجي. عشان تعرفون يا اخوان الهاكر صعب، ما هو باي واحد يجي يهكر، الهاكر يحتاج صبر يا اخوان. اذا الميديوم وصلت فيه 300. الهارد عشان اهكره كم لازم اوصل؟ 1000. خلنا بتهور وبحطه 2. اخيرا 330. شيبت ورب الكعبه عشان اجيب الكود حق ببجي. الحين هذا خلاص ماينر، هذه اللعبه الرخيصه هذه ابو 86 خلاص ما تمشي عندي انا. خلنا نشوف يا حبيبي ببجي. افا وين ببجي؟ اوه نسيت مسوي لك كراك، معليش. الحين نقول له سو كراك على 330. كراك 330 يا قلبي. تكفى. ايوه تحميل الملفات يا عزيزي. حلو خلصنا موضوع الكراك، يا سلام. الحين حطه على السي دي ونشوف كم سعره.
بس الحلو في الموضوع هذا يا اخوان انك مجرد ما تكرك اللعبه خلاص تجلس تكون عندك ويطربونها كل شوي يجيك واحد يطربها وتبيعها باسعار عاليه. والله يا اخوان ان الربح كله في هذا اللعبه فري سبن بعد. يا سلام. طيب نيجي نشوف موضوع الاضاءه اللي وصلنا فيها علي في الكومنت. هذا الاضاءه يا علي تنقى يا علي. هذه جربناها عندنا في المحل في منها لون ثاني وفي الاضاءه هذه بجربها. في هذه السيلينج اربع نجوم حلو. هذه شكلها رهيب جداريه وهذه هذول كلهم جداريات. هذه رهيبه مره احسها. وخلنا بنجرب هذا الثنتين معاهم فلور فلور فلور. جرب هذا وهذا كلها اضاءات ب 3000 اضاءات. بالغت انا شوي صح بس يلا ما عليه نجرب يا اخوان. ودي الحين ارجع اشتري الاركيد. هذا خمس نجوم شكله رهيب. خلنا بنشتري منه ثلاث خلهم اربعة لان صراحة الاركيد يعني تشتريه وتنسى افا ما في فلوس كافية. 5600 الحين بتجينا 5600. يلا يلا بسرعة. الله ايش رايكم بس هذه كلها الاضاءات وصلت يا اخوان. هذا ابن الذين كيف اطرده بس كيف اطرده. اوكي معاه 124 دولار. خلك اشتغل خلاص. سامحتك والله سامحتك على الحلقة الماضية سامحتك. خلينا بنفتحهم على ثلاثة. هذه الاضاءة الاولى نجربها. اوه هذه خلها تنور الفلوس اللي عندي الكاش ماني عرفت. احس مكانها غلط بس ما علينا نتفاهم معها بعدين. انا عندي شنطة ليش ما احلل الشنطة. لا 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 خبصتني يا اخوي خبصتني. خلنا اسوي مباكج اول شيء على الاضاءة مش الاركيد خله بعدين. هذه برضو ارضية اتوقع طلبت اثنين ارضيات انا. ايش هذا عمتنا هذا ما ادري نحطها في الزاوية الليل. ايش الفضايح هذه. هذه فضايح تنباع. ما عليه احطها هنا. والله كان في الجزء الاول عندك كويك سيل كان يفكك من توافه الامور هذه. الحين توافه الامور. بداياتي كانت ايش رايكم يكون في الكورنر كذا ولا ما لها داعي. طيب هذه ايش هذه. هذه اتوقع خلها في المطبخ يعني عاديه. هذه عاديه مش عجبتني بما اني شاريها خلاص يعني بخليها معي. هذه جداريه اتوقع. اوه هذه رهيبه. هذه تنور على اللوحه هذه مثلا اذا عندك لوحه. هذه ايش وضعها جداريه هذه ولا فوق ولا تحت. لا بس يعني هذه اللي عجبتني ان شاء الله انها تطلع رهيبه. لا هذه رهيبه هذه عجبتني صراحه. وهذه نجرب هذه ليه ما انحطت. اها اوكي اوكي هذه رهيبه بعد. هذه لازم تكون شويه تحت. يا اخي خربيت اللون هذا لو اقدر انظفه اخرب الدنيا. مصدي بما اني لعبت محاكي الكهربائي يمدينا يا شباب والله يمدينا. خلاص توني امس ماخذ الكورس هذه فيها. ابشروا بكره ابدل لكم اياه على السريع. تذكرون بس كنا نفك المسمارين وداخل فيه واير ازرق واحمر نعدله والسلام عليكم. يا اخي اتوقع يمدينا نسوي روتيت. ايوه يقول لي ار او كيو. اوكي اذا تبيها لتحت ارض حليوه حليوه. وعندنا هذه تقريبا الاضاءه الاخيره. والله ما اعرف يا اخوان احترت في موضوع الاضاءه لكن بخلي الموضوع بيدكم. هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة وهذا ستة المعلق وهذا سبعة. هذا طبعا ثمانية. اكتبوا لي في الكومنت يا شباب رقم كم ترشحون اني اعبي المحل منه يعني لاني ودي اوحد صراحة. ما ادري كذا احس كل زاوية لها لمبة ما لها داعي. فاعطوني رايكم ودي اشوف ذوقكم في الكومنت. يا ساتر يا ساتر ايش صار في الاركيد. فاتوقع ان المكان زحمة كذا فما ينفع اني اخليهم انا. بخلي المكان واسع زي ما هو كذا وان شاء الله يكون الشكل افضل. بس بيبقى موضوع الاضاءة صراحة انا عجبتني هذه ال باقي واحدة معي او باقي ثنتين صح احنا شرينا خمسة. يا رب انها تضبط. اي بتضبط ممتاز جدا والله فنانة الوانهم صراحة. باقي موضوع شو اسمه الجدران هذه بغيرها والارضية والاضاءة وبعدين او هذا متناسق مع السبيكرات والله
لأن فيه ترقية للسبيكرات أفضل من هذه، ولكن صراحة بخليها على هذا بما أن الألوان متناسقة. وموضوع الكمبيوتر بعد، لو تكتبوا لي يا أخوان هل أوحد الكمبيوتر من الأبيض ولا من الأسود، وش رأيكم؟ فياريت تكتبوا لي هذه الشغلتين في الكومنت يا أخوان، الأبيض وأسود، والثمانية أنواع من الأضواء أي واحدة تفضلها تكون في المحل. أشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.